وإذا جمع المسافر جمع تقديم ثم عاد إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية التي جمعها وانتهى منها في السفر، فماذا يفعل؟ مثال: رجل في طريق السفر أذن الظهر، دخل وقت الظهر، فنزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا الساعة 12، وهو يعلم بأنه سيدخل البلد، بلد الإقامة، قبل العصر الساعة 2 مثلا، فهل جمعه صحيح أم لا؟ الجواب: جمعه صحيح. لو دخل البلد قبل العصر هل يلزمه أن يعيد العصر وقد أذن المؤذن وهو في البلد، والناس يذهبون إلى المسجد وهو في البلد؟ الجواب: لا يلزمه ذلك، لأن ذمته قد برئت بصلاة العصر صحيحة مجزئة، أداها مترخصا في السفر وجمعها مع الظهر، فبرئت ذمته من العصر، فلا سبيل إلى إعادة إشغال ذمته مرة أخرى بصلاة قد صلاها بشكل صحيح. فنقول له: أعد الصلاة. لماذا يعيد؟ خلاص، الله فرض 5 صلوات في اليوم، وهذا قد أدى هذه الصلاة الثالثة، الصلاة الوسطى، أداها صحيحة في هذا اليوم، فإذا قد برئ ذمتهم من صلاة العصر هذا اليوم، فلا سبيل إلى إيجابها عليه مرة أخرى. وما دام الإنسان مسافرا فله الجمع. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع اختلاف العلماء في هذه المسألة على قولين: فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام، فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا؟ قال رحمه الله: أصح القولين أنه لا يبطل الجمع، كما لو قصر ثم أقام، هل نقول له أعدها تامة؟ لا. وقال الموفق رحمه الله في المغني: وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك. لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، فلما صلى صلى بشكل صحيح، ما كان عنده ماء وتيمم وصلى، برئ ذمته. لو جاء الماء الراجح أننا نقول له: ليس عليك إعادة، برئ ذمتك، صليت بشكل صحيح، وقعت صحيحة مجزئة، برئت ذمتك. وسئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن هذه المسألة فأجابت: ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرت فلا بأس، ولو وصلت في وقت العشاء. إذن يجوز الجمع ولو علم أنه سيصل في وقت الصلاة الثانية أو قبل دخول وقت الصلاة الثانية. طيب، يعني لو قال: أليس الأفضل أن لا أجمع حتى أدخل البلد وأصلي مع الناس والجماعة أكثر، وحتى لا أتهم أني متغيب عن الصلاة والناس يرون سيارتي ولا يرونني ولا يرونني معه في المسجد؟ نقول: هذا طيب ومراعاته طيبة، وأن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يدرأ عن نفسه الظنون السيئة، ولكن من جهة الإجزاء والصحة خلاص صحيحة مجزئة.